بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي، عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهنيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2020-2021 والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر من عام 2021 للميلاد بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي القادسية الرياضي، مشيدا سموه حفظه الله بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة، راجيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت لكرة القدم في المباراة النهائية لكأس الأمير للموسم 2020-2021 والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر من عام 2021 للميلاد بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي القادسية الرياضي، مشيدا سموه بالروح الرياضية التي تحلى بها الفريقان خلال المباراة وبروح المنافسة التي تمتعت بها كافة الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، متمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة.